السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهارده هنغير جو مع بعض في مول مصر. طبعا رحنا مول مصر نشتري هدوم العيد، فكانت المفاجأة بتاعتنا لقينا مدينة التلج هناك كنا أول مرة نشوفها. نشوف بقى الأسعار هنا ونقول لكم عليها، خليكم معانا لما نشوف الأسعار عاملة ازاي. يحيى عايز يتزحلق، يتزحلق من فوق بقى من هنا؟ طبعا ده الشكل العام. اول ما تدخل من المول بيبقى فيه نظام الاكشاك اللي انتم شايفينها دي. ده عبارة عن اعلانات وكريمات وحاجات كتيرة خالص. تطلع اول دور بيبقى عبارة عن كافيهات ومطاعم، في محلات ملابس. ده كده منظر لمدينة التلج من جهة معينة زي ما انتم شايفين كده، التلج باين اهوت. والله العظيم لا والله ما تسمعش بس انا في لا في مدينة التلج في مدينة التلج دي معارض كراسي موبيليا. تحت دوت يا جماعه فتح الله، على فكره ده فتح الله ده عادي، اسعاره عاديه زي ما هو موجود في اي مكان. المفاجاه بقى في اللبس وفي الحاجات دي. خليكم معانا. ياسين عايز يروح مدينه التلج، فهنشوف الوضع ايه، هيناسبنا ولا لا، لان احنا كتير يا خالص. يا سي روح اسالك على التلج اهو. روح اسال عليه، لو غالي مش عامل سماع الدنيا كلها ليه. طبعا يا جماعه دخلنا نتفرج على الملابس وكده، حاجات كلها برندات اسعارها بصراحه خياليه، يعني ما تناسبش الوسط بتاعنا، بس المهم ان احنا اتفرجنا يعني والحمد لله. خليكم معانا. لسه احنا في الدور التحت كده اهو، يعني والله متمتعين بالناس باللمه وحاجات طبعا اول مره نشوفوها. رحلة جميلة استكشافية كده وطلع فيها على ثقافات عالم تاني. خليكم معانا. دي كده اللي هم بيقولوا عليها مدينة التلج.
عبارة عن زي ما انتوا شايفين كده المنظر ده، كام زحليقة على بتاع، وبيقولوا فيها بطاريق جوه، ما انا مش عارف بقى، انا مش شفتهاش. الفكرة ان التذكرة ب 300 جنيه، انا مش عارف بقى الوقت قد ايه. طبعا انا مش هدخل يحيى ب 300 جنيه عشان يركب لي البتاعة دي. العيال فضحونا. خليكم معانا. العيال طبعا كانوا مصممين يدخلوا واحنا معانا اولاد كتير، يعني كنا عايزين مثلا 3000 جنيه عشان يدخلوا يزقوا البتاعة ديت وبتاع، فاهمين انتوا؟ فطبعا العيال عيطت، وكانت مناظر ما يعلم بيها الا ربنا، بس الحمد لله سيطرنا على الموقف. يعني خليكم معانا. طبعا احنا كده ان شاء الله وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. مدينة الثلج يا جماعة ب 300 جنيه، فاحنا قلنا نقعد جنب منها كده ب 5 جنيه بس. خليكم. انا رأيي ابو حسين بيقول لي ايه؟ مالها كده؟ ما هو بعدين الجو ساعة اساسا. الجو ساعة. الجو ساعة. حسين عايز يحط. يلا السلام عليكم ورحمة الله.